تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. كيف تتشوفوا تتحضروا معنا اليوم الاختتامي ديال المهرجان الصيفي اللي دغزوت لي دام اكثر من 10 ايام اللي عرف واحد العديد ديال الفقرات الرياضيه والفنيه من مسابقه في الباسكتبول، مسابقه في كره القدم، مسابقه ديال البادل هذا اللي عاد العام النسخه الثانيه ديالو اللي كان تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للسيرف، ايضا المسابقه ديال السمح ديال السباحه، ايضا المعارض المنتوجات المحليه لتوفير الفضاء لفائده التعاونيه والجمعيات المحليه من جهه تسويق منتجاتها. وهذا يدخل في اطار تشجيع المنتوج المحلي. هناك ايضا مسابقات اخرى ثقافيه خاصه الدوره التكوينيه للصيد تحت الماء، وايضا مسابقه الفول بوليفول، واتتل افتاستغزوت العديد من المسابقات لفائده الاطفال ولفائده الزوار. الاختتام اليوم اللي غيكون بحضور فرق فنيه وازنه الاسطوره عبدالهادي إيزن زارن، ويوم امس كان عبد الله الفوا اوداد المجموعه العالميه اللي شفتوا الحضور ديال ما يقارب 15000 متفرج، هذه بتصريحات المسؤولين. هذا كله هاد السهرات تدخل ديما تشجيع الاقتصاد المحلي وايضا تحريك العجلات ديال الاقتصاد، علما ان خصنا نوفروا الاجواء للزوار ديالنا والمحاجين خارج الوطن وداخل ارض الوطن، وايضا لفائده المدن المجاوره المحليه. اللي تعرفوا ان دغازوت ما بقاش ديك دغازوت اللي كنا نعرفوا في الزمان الماضي، دغازوت تطورت بشكل كبير على جميع المستويات، خاصه انها فيها واحد العدد ديال لي سبوت دو سيرف اللي هما انترناسيونال. ايضا نفروا لي بلاج ديالها اللي هي لي بلاج مؤمنين من طرف الوقايه المدنيه ومن طرف السلطات المحليه ومن طرف اللجان المحليه اللي تتاتت وتتحرص هذه الفضاءات كلها، علما ان الناس الطيبوبه ديال الناس ديال تغازوت والكرم ديالهم معروفين بهذا الكرم والطيبوبه، وايضا لو ريسبي ديال لوتر يعني الاحترام ديال الاخر، لان الا ما كانش الاحترام ولا بد ايضا ان نشير ان العناصر الدرك الملكي والقوات المساعده هذه السنه تقوم بمجهود اضافي مميز في المهرجان وفي غير المهرجان من اجل توفير الاجواء امنيه مميزه. الناس مشاو مريحين، ما بقاو لي زاكسيدون، ما بقاو المشاكل، ما بقاو ما وقع والو. كوميم هذا العام يبقى مميز لان الجمعيه اخذت على عاتقها لو بودجي ديال تنظيم المهرجان من غير الشراكه ديال الجماعه ومن غير التعاون ديال الجماعه، فقط بتنسيق مع الجماعه، الا انه الشباب ديال تغازوت نرفع لهم القبعه لانهم قادرين على التحدي وقادرين على ينظموا مهرجانات. تتعرفوا ان المهرجان ما تعطاش لشركه، الدراري ديال تغازوت الشباب خدامين بينيفول، خدامين بلا ريال، يعني متطوعين من اجل انجاح هذا المهرجان. هاد الحيثيات كلها اللي شرت ليها تدل على انه المجتمع المدني والشباب قادر وعنده قوه وعنده اراده باش تطوير مجموعه من الاشياء. خصنا في المستقبل القريب نعطيوهم الكلمه ديالهم ونديروا فيهم الثقه، لان قادرين على تحدي وعلى تنظيم اكثر مما يتصور. وشكرا.